يا كاك هتفضلي معايا لآخر العمر، هفضل بيكي أكاك كاك كاك كاك، عشان طبعا أنا ملك جمال الشرقية، مش لاقي الملكة اللي تسأل فيا، من ساعتها جاتلي سخونية ومش عارف أكاك زي الأول كاك كاك كاك. يا عين عليا، محدش سائل فيا، مش عارفين موهبتي، مش عارفين قدراتي، انني ملك جمال الشرقية، حطيت زيت حطيت جاز هفضل برضو ملك جمال الشرقية، صح ولا لا يا كاك؟ رد علي، ساكتة ليه؟ اتكلمي ساكتة ليه؟ اتكلمي يا كاك. انت الوحيدة حاسة بيا يا كاك، انت الوحيدة اللي في الدنيا دي كلها حاسة بيا ومعايا مونساني، الملكة اللي انا بدور عليها مش عايزة تظهر، مش عايزه تقول خلاص تعالى يا ملك جمال الشرقيه نتقابل واديها لك واديكي لها هديه، مش عايزه تظهر ليه؟ انا ايه يا ربي بس اللي بيحصل لي ده؟ ده انا غلبان والله غلبان. مش مشكله عادي، هيبقى هيكون عندي اصرار وتحدي وعزيمه، هفضل ملك جمال الشرقيه وهركب على البهيمه، وساعتها محدش هيقول لي راح فين ولا جاي منين، حتى لو الناس كلها اتنمرت عليا وقالوا كلام مش فيا، هفضل برضه ملك جمال الشرقية. يا عم مالكش دعوة بي، دي القصيدة بتاعتي وهفضل ماسكها طول عمري ومش هتنازل أبدا عن ملك جمال الشرقية. ايه يا ملك جمال مالك؟ كلم نفسك. من غلبي يا أستاذ، من غلبي، من اللي أنا فيه، تنمر ماشي، شتايم ماشي، تعليقات سلبية ماشي، في ايه؟ هو انا عملت ايه؟ انا انسان عادي، كل مواصفات جميل وحلو خالص، الناس مش سايباني في حالي ليه؟ مش عارف يا استاذ. ليه يا ملك جمال؟ ليه؟ ممكن يكونوا غيرانين مني؟ من جمال؟ اكيد طبعا غيرانين مني، ما انا لحد دلوقتي انا بقالي بالظبط 10 ايام او 8 ايام يا استاذ عمال اقول عايز اقابل اي حد يتحداني في جمالي واشياكتي وانقتي وحلاوتي، مش لاقي. ده وانت شياكتك ايه ما شاء الله؟ يعني ما فيش حد عايز عليها. فيش حد عايز يقول تعالى انا اتحداك، ما لقيتش عدي يدل على ايه. اول حاجه انت بتعمل كده ليه؟ انا مش بعمل يا استاذ، ديت فورمه ماشيه مع بعضيها. يعني ايه فورمه ماشيه مع بعضيها؟ يعني هو دي ملك جمال الشرقيه لازم يبقى عنده جميع المواصفات القياسيه التي تتناسب مع الامور الدنيويه. ده كمان فصيح. اه طبعا معايا الفرخه كاك. اه هي الوحيده اللي حاسه بيا وبحاسه اللي بيدور في قلبي عشان خاطر الاقي ملكه جمال اسكندريه. قول لنا ايه حكايه الفرخه كاك بقى؟ يعني احنا دخلنا عليك لانك بتكلم الفرخه كاك. الفرخه كاك، عارف يعني ايه فرخة كاك؟ الفرخة كاك ديت هي فعلا مونساني علشان خاطر مفيش ونيس غيرها خالص. يا عم دي فرخة بلاستيك، انت هتهلس علينا؟ ايوه انا فاهم انها بلاستيك. انا ملك جمال الشرقية، ملك جمال الشرقية دوت يقول اي كلام هو زي ما هو عايز طول ما انا ماشي صح؟ خلاص محدش له حاجة عندي، انا جميل وحلو خالص اهو. ايوه مبين حلو. حلو ما لحد دلوقتي ما لقيتش يا استاذه، وانت يا استاذ ما لقيتش حد يتحداني بجمالي وشكلي وحلاوتي وانامتي وطعمتي. هو القصه بتاعتك هتاكل منك حاجه؟ اه طبعا. شعري دي يا استاذه انا زمان وانا صغير بجيب الجاز الابيض، الجاز الابيض ده الجميل الحلو يا استاذ. واجيب المشط الابيض اللي هو خمس نجوم باين. عارفه الفلايه بتاعت الامن اللي هو ايوه الجمل. ايوه الفلايه. واجيب الجاز واحط الجاز على المشط واسرح واكوت. تسرح ولا تفلي نفسك؟ لا اكوت. اه تعالى يا ولا نكت شعرك يا ولا، تعالى عشان نكت شعرك. كنت بكت شعري. ومن ساعتها بقى شعري سايح نايح رباني، ما بحطش عليه فيتامين ولا بروتين يا ابني. اه سيبنا من حكايه شعرك هنجيلها دلوقتي، احكي لنا بس دخلنا عليك لانك بتكلم نفسك انت والفرخه كاك بتاعتك البلاستيك دي. اه الفرخه كاك لو تعرفوا ديت معناها ايه عن معايا. الفرخه كاك اللي انا من غيرها ما اعرفش كاك ولا كاكه واحده في حياتي. كاك 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 كاك. عايز الاقي ملك جمال اسكندريه، هي اللي عامله فيها دي كليه. اه انا صح ما رحتش الكليه بس عايز اقابل ملك جمال اسكندريه. صح انا ما رحتش الكليه بس عايز اقابل ملك جمال اسكندريه.
عشان اديها الفرخه القاق بتاعت واسلم عليها. ايوه بعد ما تديها الفرخه القاق بقى ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجات كتير. ايوه كفايه ان انا امتع نظري وابص على الحلاوه والطعامه والجمال والشياكه والاناقه بتاعتها. ليه؟ ان احنا ملوج زي بعض. اهم حاجه تكون شبه. اكيد وهتكون احسن مني جمال، ان دي ملكه، فالملكه ده من تبقى احسن من الملك. انا ملك جمال جمال الشرقيه. وان شاء الله بعون الله هوصل للعالميه. وساعتها اقول ايه؟ مالكش دعوه بيا. طب ما تقول لنا بقى حاجه كده باللي بتقول ان انت ملك جمال. قصيده يعني؟ قصيده زرايب كده. ما عرفنا ان انت قعدت بناء الزريبه مره ثانيه. انا قعدتها بس، ولكن هقول القصيده الاولى اللي انا اتشهرت بها. أيوة. اللي انا هفضل متمسك بها. ايوه انا في الزريبه ترعرع طبعا، وفي عز نومي اتفزعت من نهيج الحمار وتنعير الجاموسه، اتحزنت مسبب مقمقه المعزه في وداني، والنعجه في حضني مونساني، الكلب بره بيهو هو، والقطه جوه بتنونو، والفرخه قاق، والبطه باط. انا في الزريبه ترعرع، انا في الزريبه ترعرع، انا في الزريبه ترعرع. يا سلام الله. طبعا الزريبه دي مؤلفها في الزريبه. طبعا ده بيدي لي الوحي الخيال الجميل في الزريبه. واقول الكلمات الجميله 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 الحلوه خالص. وجالك الوحي قال لك ايه كمان؟ انا عبقرينو. ايوه عبقرينو. ايوه عم عبقرينو. الوحي قال لك ايه كمان؟ انت قول لنا عبقرينو ولا ملك جمال الشرقيه ولا ايه؟ هو من صفات ملك جمال الشرقيه ان انا سبحان الله بركاته، انني من صفه جمال ملك جمال الشرقيه ان انا عبقرينو ذاتي. بفهم عندي بفهم المعلومه وهي طايره، بفهمها، دي من صفه من صفاتي. بفهم. بتفهم ايه بقى يعني؟ طب قول لنا قصيده اللي انت قفلتها لنا المره اللي فاتت. حاضر. بحبك من قلبي ايوه، وبشكر فيكي قدام بهايمي ايوه، انت جوه العين والنني ايوه، وبسرح في عيونك السود الكبيره ايوه، انت جاموستي وحياتي، وبشرب من لبنك يوماتي، كوبايه الصبح وكوبايه بالليل، اروي قلب العطشان واقول مواويل ايوه. ايوه دي القصيده دي بقى انت مالفها لمين؟ للجاموسه. الجاموسه بشرب من لبنها طبيعي. عشان امال ايه يا استاذنا؟ انا مالك جمال الشرقيه. انت؟ ايوه مالك جمال الشرقيه. انا مالك جمال الشرقيه. امال ايه؟ انا مالك جمال الشرقيه. باين واضح يا عم، مالكش دعوه بي، ما تحطش ايدك علي في ايدي، عشان انا مالك جمال الشرقيه. واصل طول الليل لوحدي، والبلد كلها وشاهد شاهد من اهلها، والبلد كلها تشهد علي. وشاهد شاهد من اهلها، والبلد كلها تشهد علي من هنا لحد اسماعيليه. امال انت استنى بس، انت خيلتنا والناس ماشيه في الشارع تقول لي ازيك يا ملك جمال الشرقيه. ازيك يا ملك جمال الشرقيه؟ ايوه تمام. اما الراجل اهو طلع ما عرفكش، بقول لك عليه العواطف ملك جمال الشرقيه. مش من عندنا البلد. ده هو بيحلف اهو. مش من عندنا. مش من عندكم البلد؟ لا مش من عندنا. مش من الشرقيه. مش الشرقيه؟ انت قلت لي الشرقيه كلها عارفاني. لا الشرقيه اللي هي في شارعنا. الشرقيه اللي في شارعكم؟ لا امال حضرتك بتحسب المحافظه كلها؟ لا يا استاذ، اللي هو شارعنا بس. هو انتوا اسمه شارع الشرقيه؟ شارع الشرقيه في الشرقيه. طب قول لنا القصيده الثانيه. ما هي بتقول ايه؟ اني ملك جمال الشرقيه، اسهر طول الليل لوحدي، يا عم مالكش دعوه بي، ما تحطش ايدك علي، عشان اني ملك جمال الشرقيه، سيبني يلا وروح، عشان انا رايح مطروح، وهقعد هنا مع المراكبيه، انا ملك جمال الشرقيه، انا ملك جمال الشرقيه، انا ملك جمال الشرقيه. بدل ما انت ملك جمال الشرقيه هتروح مطروح ليه؟ هتنقلهم العدوى؟ لا حضرتك يا استاذه، اما اروح مرسى مطروح هروح مرسى مطروح عشان هناك هصيف. بس تروح تصيف كده مش هيقدروا يقاوموا جمالك. على رايك خليني هنا في الشرقيه. ايوه خليك هنا. الشرقيه بتاعت بيتكم؟ الشارع بتاعت بيتكم؟ الشارع بتاعت شارعنا يا استاذ. ايوه طبعا طبعا. انا بسالك الشارع بتاعت شارعكم. طبعا بتاعت شارعنا. انت من شارع مين يا حلو؟ انا من شارع ملك جمال الشرقيه. انه يعني فيه اسمه ايه ده؟ اي اسمه ايه ده؟ يا عم مالكش دعوه بي، ما تحطش ايدك. يا عم 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 يا ع
شفت الناس ارزاق وحب من عند الله بيحبني صح بيحبني عشان كده بيحبك قوي بيحبني وانت خيلتني يا عم والناس كلها عارفاني وملك جمال الشرقيه الناس بتحبني كلها وطلع هو محدش يعرفها لا ده هو عارفني بس هو بيحاول يعني ايه يشجع اللايف يعني هو عارفك بس بيحاول يشجع ده حبيبي ده عم عمال يحلف 30 يمين اهو انه ما اعرفش اهو بيحلف والله كمان بس مش من هنا مش من هنا لا من هنا طب يا جماعه عشان خاطر ما نحلفش كتير ده كان اللايف بتاعنا النهارده مع ملك جمال الشرقيه مع السلامه